بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين نتكلم مع بعض النهاردة على أنواع البرمجة، أنواع البروجرامينج تايبس. والحقيقة أنواع البرمجة لازم نكون احنا حافظينهم وعارفينهم كويس جدا، وهما 3 أنواع. النوع الأول اسمه structured، اللي هو ترجمته بالعربي الهيكلية، والنوع التاني اسمه procedural، والنوع التالت اسمه object oriented. دول ال3 أنواع اللي احنا نتكلم عليهم، الستراكشرد والهيكلية والأوبجكت اورينتد. هنيجي نتكلم على البرمجة الهيكلية، هنتكلم نقول ان البرنامج بتاعنا يتكون من مجموعة اوامر، وليكن S1 دي اللي هي ستيتمنت 1، ستيتمنت 2، ستيتمنت 3، ستيتمنت 4، وممكن الأوامر دي تتكرر. ستيتمنت 1، ستيتمنت 2 متكررين فوق، ستيتمنت 5، ستيتمنت 6، ستيتمنت 1، ستيتمنت 2 عادي في تكرار عادي، ستيتمنت 7. كل الأوامر دي بتتحط داخل برنامج رئيسي. البرنامج الرئيسي دوت أنا هسميه المين، البرنامج المين. يبقى إيه البرمجة الهيكلية؟ إن الأوامر بتتحط بالترتيب ورا بعضها، ومش كده وبس، ده بيتم تنفيذها بالترتيب. The program، يبقى ده أنا بتكلم في البرمجة الهيكلية. The program is a set of instructions. البرنامج هو عبارة عن مجموعة من ال instruction that can be executed، تقدر تتنفذ sequentially. sequentially sequentially يعني معناها تتنفذ ورا بعض بالترتيب. دي البرمجة الهيكلية. الحقيقة وجدوا ان في بعض الاوامر المفروض انها بتتكرر زي ما احنا كاتبينها كده بالمنظر ده، وبالتالي تكرار الاوامر ده بيخلي الاوامر طويلة جدا. يبقى بنقول ان repeated instructions can be removed، ممكن ان انا اشيل الاوامر المتكررة. طب اشيلهم ازاي؟ ان انا الاوامر المتكررة دي هاخدهم كلهم كده واحطهم في برامج فرعية. من هنا جت فكرة الاوامر او البرامج الفرعية، اللي هي بما نسميها او اللي احنا بنسميها الدوال. الدوال هو برنامج فرعي، ماشي. وسبب نشأة الدوال ان انا بحذف الاوامر المتكررة. شوف الاوامر المتكررة كلها اخدتها حطيتها فين؟ في برنامج فرعي سميناه اكس، مع الاحتفاظ ان في برنامج رئيسي. يبقى نقول له ان repeated instructions can be removed and placed in separate programs called، وتسمى الميثود. بتتحط في برامج فرعية، البرامج الفرعية تسمى الدال. وطبعا لازم البرنامج الرئيسي زمين بروجرام كان كول ذا فانكشن، يقدر يستدعي الدالة. يعني مثلا انا ممكن اكتب امر استدعاء الدالة واروح استدعي الدالة واخلصها وارجع تاني عشان اكمل استيتمنت 3، استيتمنت 4. ممكن اروح استدعي الدالة مرة كمان، ماشي، بستدعيها اني بكتب اسمها، وهو اول ما بيروح ينفذها ويخلصها اوتوماتيك بيرجع. بعد كده اكتب استيتمنت 5، استيتمنت 6، واروح استدعيها مرة كمان. بعد كده استيتمنت 7. دول 3 اوامر
لاستدعاء الدالة. يبقى ايه هو اسباب عمل الدالة؟ reasons for creating method. method اللي هي بنسميها function. ايه اسباب عمل الدالة؟ واحد، الاسباب دي مهمة جدا ان احنا نعرفها. remove repeated statements، ان انا اشيل الجمل المتكررة، وبالتالي انا هعمل reduce program size، ان انا اقلل مساحة البرنامج. طيب اتنين، ease of program، سهولة بروجرام. مينتننس يعني معناها صيانة البرنامج، سهولة صيانة البرنامج. بمعنى نفترض ان في امر من الاوامر طلع غلط، وليكن الامر اس واحد ده مثلا طلع غلط، صلحناه اوتوماتيك، هروح اصلح اس واحد هنا واوتوماتيك هروح اصلح اس واحد هنا. يبقى انا عملت تصليح كم مرة؟ 3 مرات. لكن لو الامر اس واحد ده طلع غلط، فانا هصلحه هنا مرة واحدة، اوتوماتيك يتصلح في الاستدعاء بتاعه. يبقى ده كده سهولة صيانة البرنامج، ان التصليح يتم مرة واحدة. error will be fixed only one time، errors will be fixed، fixed يعني تتصلح، fixed only one time. الاخطاء هيتم تصليحها ايه؟ مرة واحدة. الاخطاء اللي انا بلاقيها هيتم تصليحها مرة واحدة. والحقيقة البرمجة باستخدام البروسيدورال او باستخدام الدوال، ده نوع من انواع اسمه البروسيدورال بروجرام. الاسباب الثالثة ان انا بعمل ترتيب لتنفيذ الاوامر، ماشي؟ يبقى بنقول له بروجرام اورجانيزيشن، بروجرام اورجانيزيشن اند ستراكشر. يعني ايه بروجرام اورجانيزيشن اند ستراكشر؟ يعني انا مثلا جيت قلت البرنامج بتاعي بيتكون من خطوات. واحد، read ال input، قراءة المدخلات. اتنين، compute بيحسب النواتج. تلاتة، display بيطبع الايه؟ الريزلت. فالحقيقة ال3 خطوات دول انا هكتبهم في صورة دوال. بص بقى كده هكتبهم في صورة دوال ازاي. هقوله read input، ده برنامج فرعي بيتكون من مجموعة أوامر. compute، ده برنامج فرعي بيتكون من مجموعة أوامر. display، ده برنامج فرعي بيتكون من مجموعة أوامر. وفي النهاية البرنامج الرئيسي هو اللي بينظم عملية استدعاء البرامج الفرعية، بحيث ان هو بيقول له read الانبوت، اقرأ الانبوت، بعد كده كومبيوت احسب، وبعد كده ايه؟ ديسبلاي، هو اللي بيرتبهم. فتحس او تشعر ان البرنامج كأنه منظم، كأن البرنامج ايه؟ اصبح فيه تنظيم. فهو ده اللي اسمه تنظيم الافكار بتاعتي. يبقى وضع، ان وضع الاوامر في صورة افكار مرتبة، هو ده اسمه عملية ايه؟ التنظيم. وضع الأوامر في صورة أفكار مرتبة، وهي دي عملية تنظيم الإيه؟ تنظيم البرنامج، وهو ده اسمه البروسيدورال. طيب إيه بقى حتة الأوبجكت أورينتد بقى؟ قال خلاص البرنامج أصبح مفهوم البرنامج إن هو بيتكون في الهيكلية، كان بيتكون من مجموعة من الإيه؟ من الأوامر. في البروسيدورال البرنامج بيتكون من مجموعه من الدوال، مع احتفاظ بالداله الرئيسيه لمين؟ اللي بتقوم باستدعاء الدوال الايه؟ الفرعي. اما في الاوبجكت اورينتد قال ايه؟ قال طب افرض انا البرنامج بقى كتر، اصبح عندي دوال كتير، داله اسمها اكس، داله اسمها واي، داله اسمها زد، تمام، وداله اسمها ام. دوال بقى ايه؟ كتير، بس لازم يكون في داله الايه؟ المين الرئيسيه. قال ان احنا هنجمع الدوال اللي ليها علاقة مع بعضها
ونحطهم في وحدة أكبر من الدالة اسمها الكلاس. فقال إن الكلاس هي الوحدة اللي أكبر من الدالة، وليكن كلاس اسمها إيه. هفتح قوس هنا وأحط الدالة بتاعتي، وأفتح قوس وأحط الأوامر بتاعة الدالة، وأقوم قافل القوس. ما هو أي أوامر لازم تتحط بين إيه، بين قوسين. بعد كده ادي الدالة واي، واحط مجموعة الاوامر واقفل، واقفل الكلاس. مش كده وبس، انا كمان ممكن يكون عندي كلاس اسمها بي، تمام، ويكون فيها دالة وليكن اسمها زد، ويكون فيها مجموعة الاوامر، ويكون فيها دالة ام، ويكون فيها مجموعة اوامر واقفل. بس لازم يكون في الدالة الرئيسية اللي اسمها ايه، اللي اسمها المين. المين هتروح تستدعي وليكن دالة جوه كلاس، شوف هتستدعي دالة جوه كلاس. فعشان تقدر تستدعي الدالة اكس الموجودة جوه الكلاس اللي اسمها ايه، بتقول له ايه دوت اكس وقوسين، او تقول له ايه دوت واي وقوسين، او تقول له بي ضد زد وقوسين. كده انا بستدعي ايه الدالة. يبقى تاني كده، اول ما اتكلمنا في الاوبجكت اورينتد يبقى احنا كده دخلنا في الكلاس. يبقى مما تتكون الكلاس، مما السؤال بقى هنا بالعربي، مما تتكون الكلاس، مما تتكون من مجموعة من الدوال. طيب سؤال، مما تتكون الدالة من مجموعة من الأوامر. ما هو الأمر؟ إيه هو تعريف الأمر؟ قال إن الأمر ده، ما هو الأمر؟ هو أصغر وحدة بناء لبرنامج. الامر دوت ممكن يكون اوامر زي اف ستيتمنت، فور لوب. خلاص احنا كده فهمنا المصطلح بتاعتنا، او الفرق ما بين الهيكليه والاجرائيه، البروسيدورال والاوبجكت ايه اورينت. طبعا مش هو ده الاوبجكت اورينتد، لا ده احنا هنتكلم ان شاء الله عليه بالتفصيل فيما بعد. بس دلوقتي انا عايز اعرف سبب عمل الكلاس، انها تشيل دوال، تمام. يا ريت تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده. كده وصلنا لحلقه نهايه الحلقه، شكرا والى اللقاء.